يا مساء الخيرات، تخيلوا أن شخص عنده القدرة على التلاعب باثنين من الأشخاص الآخرين المقربين منه جدا حتى ينفذوا عنه جريمة. تفاصيل رح نبدأها من عام 1985 تقريبا لحد العام 2014. هاي التفاصيل المثيرة كالعادة بعد الفاصل، خلاله حبايبي اللايك والاشتراك في القناة مساعدتي في نشر رابطها. نسمع. ونبدأ بتاريخ 19 مارس من عام 1985، الساعة 3:30 صباحا في منطقة جاردن جروف كاليفورنيا، بيوصل اتصال على رجال الشرطة باحتمال حدوث جريمة قتل في منطقة اسمها أوشن بريز درايف. مباشرة بيوصلوا دوريات الشرطة، وأول ما يوصل الضابط هيليغان بينتبه على فتاة شابة ماسكة طفل بإيدها، بينتبه على رجل في منتصف العمر تقريبا. بيحكي هالرجل للضابط إنه يعتقد إنه زوجته أطلق عليها الرصاص في غرفتها، لكن هو ما راح يشوفها. طبعا الضابط هيليغان بيكون مستغرب. الرجل بيدعي انه هو خايف يدخل على الغرفة، ما في مجال للسؤال. على طول رجل الشرطة بيدخل حامل سلاح وحامل ضوء الفلاش، بينتبه على سيدة موجودة على سريرها في هاي الغرفة المظلمة. واضح انه هي ما بتتحرك، لكن في اصوات بتعرفوا الغرغرة في اللحظات الاخيرة. السيدة الشقراء اللي واضح انه هي صغيرة في العمر، يعني نهاية المراهقة بداية العشرينات، موجودة على سريرها غارقة في بركة من الدماء. الواضح انه تم مهاجمتها وهي نايمة في سريرها. هلا هي زي ما حكيت تصدر اصوات، لكن ما في نبض ابدا، الا انه بيكون عنده امل انه هي ما زالت على قيد الحياة. بيحاول يعملها بعض الإسعافات الأولية، بيبدأ هيك شوي قلبها ينبض. على طول بياخذوها على مستشفى فاونتن فالي كوميونيتي هوسبيتال، إلا أنه وللأسف بعد فترة قصيرة جدا على وصولها على المستشفى بيتم الإعلان عن وفاتها. الفتاة المتوفية هي ليندا ماري براون اللي عمرها 23 عام. تقرير طبيب الشرعي بيحكي انه هي تلقت رصاصتين في منطقة الصدر. الآن رجال الشرطة موجودين في مسرح الجريمة. بيبدو رجال الشرطة يسألوا اللي كانوا موجودين في مسرح الجريمة، الزوج اللي عمره 36 عام ديفيد براون، البنت اللي عمرها 17 عام واللي هي أختها لليندا. هلا الطفل اللي كانت تحمله هاي الفتاة هي بنت ليندا، بنت الرجل اللي هو ديفيد. بيبدوا يفتشوا البيت. من ضمن الأمور اللي بيتم العثور عليها هي مجموعة من زجاجات الأدوية الفارغة موجودة في غرفة الغسيل. أيضا بيتم العثور على ثقب يبدو أنه هو مدخل رصاصة في لوحة موجودة في غرفة البنت اللي هي باتي. بيتم العثور على سلاح الجريمة واللي هو مسدس أعيار 38. المسدس كان موجود في غرفة الضحية. بيسألوا لديفيد، بيحكي انه لما صار اطلاق النار هو ما كان في البيت. الاشخاص الموجودين هم ليندا، اختها باتي، الطفلة الصغيرة، بنته اللي عمرها 14 عام واسمها سينامون، بنته من زواج سابق. بيبدأ الرجل مع باتي يخبروا رجال الشرطة أن العلاقة بين سينامون ليندا كانت أكثر من سيئة. بيحكي لهم مباشرة أنه هو ما بيستغرب إذا بنته سينامون هي اللي نفذت الجريمة. بيكمل ديفيد أنه سينامون بالفترة الأخيرة بدأت تعاني من عدة مشاكل ذهنية، أنه حاول أكثر من مرة ياخذها للعلاج هي ترفض، بدأت تهدد بأنه هي تأذي حالها إذا أجبرت على العلاج. العلاقة بينها وبين ليندا سيئة جدا، لدرجة انه في النهاية اضطرت هاي البنت سينوان انه تعيش في تريلر موجودة خارج المنزل. ديفيد بيدعي انه بعد ما هاي البنت بدأت تعيش لوحدها في هاي تريلر، وضعها ازداد سوء، انه هي كانت تدخل على البيت فقط من اجل تناول الطعام، مشاهدة التي في.
ما في بينه وبينها أو بين أفراد العائلة وبين هالة سينمون أي تواصل. ولما يسألوا باتي عن الفترة اللي صارت فيها الجريمة، بتحكي إنه بهاي الفترة كانت سينمون موجودة داخل البيت تشاهد التي في، انتبهت إنه حاملة مسدس، حكت لها إنه أنا أحمل هالمسدس من أجل الحماية. هلا البنت اللي هي باتي ما بتفكر في الموضوع، لأنه بالعادة الجميع يحمل مسدسات. بتكمل باتي انه بعد فترة هي بتروح على غرفتها، ديفيد مع زوجته ليندا على غرفتهم، الساعة 2:30 صباحا بتصحى على صوت الرصاص. بتكمل انه هي لما تصحى بتشوف سينما موجودة في غرفتها، بعد هاي الرصاصة بتهرب خارج الغرفة اللي هي سينما. باتي بتحكي انه هي من الخوف ظلت في غرفتها، ما غادرت ابدا، بدت تسمع اصوات الرصاص مرة اخرى. هي بتحكي انه سمعت صوت الرصاص مرتين، بعد هيك بدأت تسمع صوت طفلة صغيرة وهي تبكي. بتستجمع شجاعتها، بتروح على غرفة الطفلة بتاخدها، بترجع على غرفتها بتسكر الباب. هي بتحكي ما في عندها تليفون بغرفتها حتى تتواصل تطلب المساعدة، بتضل بالغرفة لحد الساعة 3. بتبدأ تسمع وكأنه الباب الرئيسي بينفتح، صوت المفاتيح، بتعرف إنه ديفيد رجع على البيت. طبعا هي ما عارفة إذا ما زالت سينمون موجودة بالداخل أو غادرت المنزل. ديفيد بيحكي إنه هو صار بينه وبين ليندا خلاف، لهيك هو غادر المنزل حتى يهدى يروق. راح باتجاه الشاطئ، مر على مكان حتى يتناول وجبة من الطعام. لما رجع هاي المأساة موجودة داخل البيت. بيكمل إنه باتي خبرته عن الشيء اللي صار، بدأ يبحث عن سينمون، إلا إنه ما بيرضى يدخل على غرفة زوجته لأنه ما بده يشوف المشهد المؤلم. بيتواصل مع الشرطة، بيبدو عملية بحث سريعة عنها لسينمون لأنه هي خطيرة، عندها مشاكل، تحمل سلاح. بيتواصلوا مع جميع أصدقائها واللي هم عدد قليل، ما في أي معلومات عن هاي البنت. بيبدوا يفتشوا التريلر اللي هي بتعيش فيها، هي عندها كلب صغير، بياخدوا الكلب بيضعوه خلف سياج معين في مجموعة كبيرة من الكلاب، بيبدوا يفتشوا المكان. هاي الكلاب كل فترة تيجي لعند رجال الشرطة، ترجع لعند بيت من بيوت هاي الكلاب الصغيرة. تخيلوا المفاجأة، إنه في النهاية بيوصل رجال الشرطة على هالبيت الصغير، وإذا بسينمون موجودة داخل هالبيت اللي هو بيت الكلب. هي موجودة في هالبيت في وضعية غريبة جدا، بتعرفوا كيف الجنين بيكون في رحم والدته؟ هي بهالشكل، واضح عليها انه جسمها ضعيف، في حالة مش مظبوطة ابدا، زي كأنه هي سكرانة، تتعثر، نعسانة، وكأنه متعاطية لأدوية. على طول بيخطر على بالهم انه هي تناولت الأدوية اللي حكينا عنها، كانت علب فارغة في غرفة الغسيل. الوضع أكثر من سيء، هي مغطاة بالاستفراغ بالبول، لقوا حاملة قطعة هيك كرتونية مكتوب عليها إنه يا رب تسامحني لأنه أنا ما كان قصدي إنه أأذيها. على طول زي ما حكيت، ولا ما حكيت، لا ما حكيت، بياخدوها على مركز الشرطة. الغريب إنه ما بياخدوها على المستشفى مع إنه هي في وضع أكثر من سيء. خلال عملية الاستجواب هي ما زالت تستفرغ ترجع، في النهاية بيجي مجموعة من المسعفين بياخذوا عينات حتى يعرفوا شو هي المادة اللي تعاطتها. هي بتحكي لهم انه تناولت 3 علب من الأدوية، ما بتعرف شو هي. واضح انه هي اوفر دوز، ومع ذلك يستمر استجوابها. بتحكي لرجال الشرطه انه علاقتها سيئه جدا مع ليندا، انه في الليله الماضيه صار بينهم خلاف، انه ليندا بدات تهددها بانه هي راح تقتلها. بتكمل بانه هي ما بتتذكر الا انه اطلقت 3 رصاصات. هي بتحكي إنه ليندا كانت تتعاملها بطريقة سيئة، كانت تتعامل الطفلة الصغيرة بطريقة أسوأ، لهيك كان دائما بينهم خلافات. بتأكد لرجال الشرطة إنه هي أطلقت 2 رصاصات على ليندا، 1 رصاصة على باتي. خلال استجوابها يزداد وضعها سوء، تتدهور حالتها، أخيرا بتم نقلها على المستشفى مباشرة، بتدخل في حالة
غيبوبة. هاتفت مع طفلة صغيرة مع باتي بينتقلوا للعيش داخل منزل والده. بيبدوا يجهزوا لمراسم العزاء، بيعين محامي حتى يدافع عنها للندا. هم بتم اتهامها مباشرة بعد ما تستعيد وعيها بتاريخ 20 مارس من العام 1985، توجه إلها التهمة. وبعد 5 أيام بتم مراسم العزاء، تحرق جثتها لليندا. بحسب كلام ديفيد هاي رغبتها إرادتها، وبتم دفنها. بتبدأ محاكمات سنما. المحاكمات بتبدأ في شهر سبتمبر من عام 1986. المحامي بيستخدم استراتيجية إنه هي مريضة ذهنيا. في المقابل المدعي العام يتحدث عنها بإنه هي فتاة تكره الحياة، تكره ليندا، متمردة، عندها مشاكل مع المجتمع، وفي النهاية هي وجدت مذنبة. يحكم عليها بالسجن لمدة 27 عام مع إمكانية إخلاء سبيلها. وبما إنه هي مراهقة، بتبدأ مدة محكوميتها في مكان خاص للمراهقين. والدها ديفيد بيوعدها إنه يرجع يعمل استئناف يدافع عنها، تغادر السجن. بتمر سنوات وهو ناسي إنه في إله بنت اسمها سينمون موجودة في السجن. وهي الآن موجودة في السجن، بتبدأ بعيدة عن والدها، عن تأثيره هو، حتى زيارة ما بيزورها. بتبدأ تفكر بالشيء اللي عملته، بأشياء ما حكتها أبدا لرجال الشرطة. أخيرا بتتخذ القرار بأنه هي تحكي الرواية الصحيحة عن والدها. وخلينا نترك هالموضوع وأعرفكم عليه لديفيد براون. هو مواليد أريزونا، منطقة فينيكس بالذات، بتاريخ 16 نوفمبر من عام 1952. والدته مانويلا، والده آرثر. هو الطفل السادس في عائلة مكونة من 8 من الأولاد. لما يكون بالصف الثامن بيترك المدرسة يبدأ العمل. لما يكون عمره 15 عام بيلتقي بالزوجة الأولى واللي هي بريندا. هي أيضا من عائلة كبيرة مكونة من 11 أخ وأخت، هي الأكبر فيهم. عائلة فقيرة عايشين على مساعدات الحكومة. بعد فترة من العلاقة بتهرب معه هاي البنت. ولما يكون عمرها 17 عام، هو أيضا 17 عام، بيتم الزواج. بعد فترة قصيرة بيكون عندهم الطفلة الأولى اللي هي سينمون، ولدت بتاريخ 3 جولاي من عام 1970. لما ولدت سينمون، والدتها يومين كاملين وهي في حالة مخاض. خلال هاي الفترة ديفيد غير موجود، يدعي انه هو ما بيحب يشوف الدماء، ما بيحب يسمع صوتها هي تصرخ من الألم. في كل الأحوال بعد ولادة هاي الطفلة بيقرر انه يرجع يكمل المرحلة الثانوية. فعلا بيكمل هاي المرحلة، يلتحق بواحد من معاهد التكنولوجيا، يبدأ العمل في مجال الكمبيوتر في منطقة لوس أنجلوس. وبالرغم من انه الوضع المادي بدا جيد لافراد العائله، الا انه الزواج ينهار. يمكن من اكثر اسباب انهيار الزواج هي شخصيه ديفيد. دائما عنده اشياء غريبه، من ضمن هاي الاشياء انه هو يحب ادعاء المرض. مرات يحكي عنده كانسر، مرات اخرى التهاب قولون. ما يخلي مرض في العالم الا يدعي انه هو مصاب فيه. أحيانا يبدأ يدعي أمام الآخرين بأنه هو عنده عدة شهور يعيشها وبعد هيك راح يتوفى. بالإضافة لذلك هو من النوع المتطلب في العلاقات الجنسية، يجبر زوجته على إقامة علاقة 3 مرات يوميا وفي مواعيد محددة. وهاي 3 مرات هي المينيمم، ممكن أكثر من هيك بكثير. بالإضافة لذلك هو له عدة علاقات مع سيدات أخريات. ما عنده حرج أو خجل إنه يتغزل بسيدة. يبدأ يحكي الألفاظ البذيئة أمام زوجته عن واحدة من السيدات. هي بتحكي عنه إنه هو رجل مجنون في العلاقات. هو يتحدث عن علاقاته مع السيدات الأخريات، يفتخر أمامها، ما بهمه إذا مشاعرها تأذت أو غيره. هو أيضا يحب السيطرة عليها لدرجة إنه هي ممنوع تأخذ رخصة سواقها.
اللي بتعمله هاي السيدة إنه بتطالب واحدة من جاراتها إنه تدربها على السواقة، في النهاية بتاخد الليسن بدون علمه. ما تتخيلوا حالة الغضب اللي بيدخل فيها لما يعرف إنه هي عندها الرخصة. في النهاية هو يسمح لها بالعمل، لكن وين ممنوع إنه تروح مع صديقاتها يتغدوا يسهروا، بتروحي على شغلك بترجعي على بيتك. هلا بريندا في أحيان كثيرة كانت تتجاوز هالرجل، تروح تتغدى تتعشى تسهر، هون عاد هو يبدأ يبهدلها، يحكي لها إنه هي بتخونه، هي إلها علاقات مع رجال آخرين. تخيلوا إنه في مرة من المرات بيتهمها إنه هي مع رجل آخر بيضربها ضرب شديد. بتتواصل مع والده اللي بيجي على طول، بيبدأ يهدد ابنه بإنه إذا مرة تانية بيرفع إيده عليها فهو راح يضربه لديفيد. بعد هاي المرة هو أبدا ما لمس هاي السيدة. في مرة من المرات بيجي لبريندا بيحكي لها: يا حبي يا قلبي، احنا زوجنا صغار، انا ما استمتعت بحياتي الجنسية، ما استكشفت ما عرفت، انا بدي زواج مفتوح، لكن انا لوحدي اللي إلي الحق في هاي الفكرة. يعني هو يعمل علاقات مع سيدات، طيب ما انت عامل من زمان ومن فترة طويلة، الآن بده الأمور بالعلن أمام زوجته، يعني قمة الصفاقة. بيبدأ يحكي لها إنه هو بده يعمل علاقة مع واحدة من زميلات العمل، هي بتخضع لرغبته لإرادته. طبعا هو بيقنعها إنه هالشيء راح يضيف ناحية جميلة على علاقتي معك يا حبيبتي، بهارات، وبتعرفوا هاي الأمور اللي البعض يعتقد إنه هي فعلا بتجدد الحياة الزوجية، في النهاية هي تخضع لرغبته. بيبدأ هاي العلاقة بعد هيك بيتطور لعلاقات كثيرة بعلم زوجته أمامها تحت نظرها. يحكي لها إنه هو متأخر عنده شغل، يحكي لها إنه هو رايح يصيد، وهو فعلا رايح يصيد، لكن مش غزلان، هو رايح يصيد نساء. خلال الفترة الماضية هي بتعرف إنه زوجها له عدة علاقات، لكن ولا مرة شافت بعيونها. في مرة من المرات بتروح على واحد من البارات وإذا هو يعانق واحدة من السيدات، بتواجهه في الموضوع، بيحكي لها: يا حبيبتي هاي لوري زميلتي في العمل، ما في بيننا أي علاقة، مجرد زميلة. هي تتقبل الموضوع، إلا إنه بعد فترة بسيطة بيدخل عليها على البيت وهو بإيده الشابة لوري، بيحكي لها: هاي اللي بدي أتزوجها. وبتبدأ لوري تعيش معهم داخل البيت. هلا هي بتصبر بريندا لفترة، يمكن زيها زي غيرها يرجع يغير رأيه، هاي المرة ما في مجال. بتاخد بنتها بتغادر المنزل. لما يرجع عاد بريندا غير موجودة بنته، يبدو انه هي كمان اخذت شيء من الاثاث، بيدخل بحالة من الجنون مباشرة على شغلها، يحمل مسدس بيبدأ يهددها بأنه هو راح يقتلها. وهي شافت بما فيه الكفاية، ما بتكون خايفة منه أبدا، بتحكي له أنه في النهاية أطلق الرصاص وراح تروح على السجن، بغادر المكان. بتاخذ وصاية كاملة على بنتها، بتبدأ تعيش مع سينمون. بعد ما يتم الطلاق بيتزوج من الفتاة الأخرى اللي هي لوري 19 عام، هو خلال هاي الفترة عمره 22 عام، بيشوفها لبنته خلال إجازة نهاية الأسبوع. بيستمر الزواج على مدى 4 سنوات، بعد هيك يبدأ في الانهيار لأنه هو له خيانات مستمرة. ويا ريت يا جماعة الموضوع يتوقف عند موضوع الخيانة، في عندي أشياء أكبر بكثير، الاعتداء على الأطفال. خلال الفترة اللي هو متزوج من لوري وفي نفس الحي اللي بيعيش فيه، في سيدة اسمها إيثل بيلي عندها 11 ولد وبنت، سيدة فقيرة جدا بحاجة للمساعدة، أصلا هي بتعيش على مساعدات الحكومة. بيبدأ ديفيد يراقب أفراد هاي العائلة، الأطفال البنات، بيهتم بواحدة فيهم عمرها 13 عام واللي هي ليندا. وهاي هي ليندا الضحية اللي حكينا عنها في بداية قصتنا. بيبدأ يتقرب من هاي العائلة، يشتري لهم الخضروات، الأشياء اللي هم بيحتاجوها
على أساس إنه هو الجار الكريم الرحيم اللي بده يساعد أفراد هاي العائلة. بيبدأ هو الأب الرحيم للعائلة، عائلة أثل، ياخذهم رحلات على ديزني لاند، على الفاست فود، المطاعم، ماكدونالدز وغيره. عاد هم شايفين إنه هو النموذج. فجأة بيبدأ يدعي بأنه هو مريض بالقولون، أنه هو بحاجة لمساعدة إيثل. بناتها يجوا عنده على البيت، ينظفوا بيته، يطبخوا له بعض الطعام. هي عاد إيثل بدها ترد الجميل. بيبدو هالبنات الصغار في العمر يروحوا عنده على البيت، وبتعرفوا عاد يدخلهم في قصص الكبار، يحكي لهم عن مواضيع المفروض إنه بنات في هالعمر ما بيعرفوها أبداً. يتحرش فيهم، يعلمهم السرقة. إذا في حد من الجيران تارك أداة معينة، ماشين، واتيفر، روح يا بنتي جيبي لنا هالشيء من عند الجيران. يعني غير أخلاق الفتيات. خلال هاي الفترة بنته واللي هي سنمان اللي عمرها 4 سنوات تقريبا بتيجي تزوره خلال فترة إجازة الأسبوع. البنات الصغار بنات الجيران عنده الآن بيعلمهم لعبة قذرة تماما اسمها القبلة الطويلة. يحكي لبنته إنه هي تقبله على شفاه قبلة طويلة جدا. مين كمان بنت الجيران اللي عمرها 6 سنوات واللي هي باتي. عرفتوا مين هي باتي؟ هي اللي حكينا عنها في بداية قصتنا، أختها لليندا. بيرجع بعد فترة بيخبر إيثل البنات إنه الأطباء كانوا مخطئين، إنه هو مش مريض بالكانسر في القولون. بيبدأ يواعد واحدة من بناتها يا سيدة واللي عمرها 17 عام. هاي البنت عمرها 17 عام، هو 24 عام. هلا هو مش مهتم فيها أبدا لبام، هو عامل هاي العلاقة حتى يتقرب من الفتاة الأخرى اللي عمرها الآن 15 عام واللي هي ليندا. يعني العفو، هو شغال على كل بنات العائلة. يقال إنه خلال هاي الفترة ما زالت العلاقة بينه وبين لوري مستمرة، لحد ما تعرف إنه هو عنده اهتمام بهاي البنت اللي هي ليندا. الآن بتبدأ تطالب بالطلاق. هلا ليندا بتكون شايفة هالرجل هو رجل الأحلام، هدايا، يعطيها الطعام. تعرفوا هي من أسرة فقيرة جدا. في النهاية بتبدأ تحبه، بتبدأ تطالب بعض الأقارب الأصدقاء بأنه يعطوها الأقراص المخصصة لمنع الحمل، لأنه هي بدها تبدأ معه علاقة كاملة. والدتها إيثل بتعرف عن الموضوع، بيبدأ بينهم خلاف. في النهاية بتغادر منزل العائلة، تستمر في علاقتها مع ديفيد. لما يكون عمرها 17 عام بتروحي وهو على لاس فيغاس بتم الزواج. هيك صار عندنا الزوجة رقم 3. هم بيتزوجوا ب21 جون من عام 1979. في شهر سبتمبر من نفس العام بيقدم على الطلاق. بيدعي انه هي عندها مشكلة في تعاطي الكحول، تعاطي المخدرات. بعد الطلاق مباشرة بيتزوج من سيدة أخرى اسمها ساندي، كانت زميلته في العمل. يبدو أنه خلال علاقته بليندا هو على علاقة بسيدة أخرى. الآن الزوجة رقم 4 واللي هي ساندي بيخونها، بيرجع مرة أخرى مع الزوجة رقم 3 السابقة واللي هي ليندا. بيستمر زواجه من سندي 8 شهور فقط، بيرجع بيطلقها، بيرجع مرة أخرى بيتزوج ليندا. بيحاولوا معها أفراد العائلة إنه هي ما تتزوجه، لكن هي تصر على قرارها. فجأة بصير تغير على أحواله المادية، بيعمل شركة خاصة له، ينجح في عمله. بيبدأ الآن هو الرجل الثري في العائلة، دائما يتفاخر بأنه هو عنده في حسابه مبالغ كبيرة، بأنه هو الرجل الثري في هاي العائلة. anyway، المفروض انه امور هاي السيدة جيدة مع زوجها اللي هي ليندا، الا انه مين يدخل في الصورة؟ واحدة هي اصغر اخواتها باتي اللي حكينا عنها في بداية قصتنا. هي اخر واحدة في هاي العائلة بتعيش مع والدتها.
تعرفوا هم بعد عمر معين بيغادروا منزل العائلة. الآن هاي البنت مشاكل بينها بين والدتها، بتغادر البيت، بتبدأ تعيش وين يا ترى؟ مع ديفيد، مع ليندا. يقال إنه ليندا أصرت إنه باتي تيجي تعيش معهم لأن والدتها عندها مشكلة إدمان الكحول، حالة من الفقر الشديد، بالإضافة لأنه واحد من أخوانها كان يعتدي عليها لهاي الطفلة اللي عمرها 11 عام. في النهاية ليندا تقترح إنه تبدأ باتي تعيش معها داخل البيت. هاي الطفلة بدت سعيدة جدا بالحياة الجديدة، ملابس، غرفة، طعام، أمورها جيدة. إلا أنه كالعادة ديفيد يبدأ الاهتمام بهاي الطفلة الصغيرة. باتي بتعرفه لديفيد لما كان عمرها 6 سنوات، هو الرجل الوحيد في حياتها. هلا بتبدأ تهتم فيه اهتمام غير صحي أبدا، هو في المقابل يفعل نفس الشيء. ليندا بتنتبه، لكن بيخطر على بالها إنه هي طفلة، بعد فترة لما تبدأ تواعد الشباب في عمرها راح يتغير كل شيء. ديفيد الشخصية المتلاعبة هو اللي يتحكم بالطرفين، ليندا أختها اللي هي باتي، يحدد لهم الأماكن اللي يروحوا عليها، الأشخاص اللي يتعاملوا معهم، كل تفاصيل حياتهم. وما بدي أنسى البنت اللي هي سينمون، هي بتعيش مع والدتها، لكن كل فترة وأخرى تيجي تزور الوالد، يصير بينها بين والدتها خلاف، تبدأ تعيش معهم، مع والدها، مع ليندا، وهاي البنت اللي هي باتي. هي معجبة جدا بوالدها، بتحبه، هو كمان مسيطر على كل شيء في حياتها، مع مين تحكي، مين هم أصدقائها، وكل هاي التفاصيل. ومع انه ديفيد كان شديد جدا مع هاي البنت اللي هي سينمون، الا انه هي كانت تحبه، متعلقة فيه بطريقة غريبة، يعاقبها احيانا، يمنعها من انه تتواصل مع زملائها، رقم تليفون البيت ما حد بيعرفه، لكن هي شايفة ابوها بكل العالم. انتوا عارفين يا جماعة هالرجل بأمواله، بمعاملته اللي أحيانا فيها الكثير من الشدة، أحيانا فيها الكثير من الدلال، هو الآن الملك داخل هاي العائلة. البنت اللي هي باتي، زوجته ليندا، بنته سينمون، هم مجرد عبيد لهالرجل الطاغية. العلاقة بين سينمون البنت اللي هي باتي كانت علاقة جيدة، وحتى ليندا يقال إنه العلاقة بينهم كانت أكثر من رائعة. صحيح إنه سينمون كانت تعيش في هالمنزل اللي خارج في الحديقة يعني، إلا إنه هالشيء كان لأنه ما بدها تتشارك مع باتي في نفس الغرفة، مش لأنه بينها وبين ليندا أي خلاف. وبنوصل عام 1983، ليندا حامل بالطفلة الأولى، تغير على جسمها، دائما تعبانة نعسانة. في المقابل باتي الطفلة اللي عمرها 16 عام في قمة أنوثتها، الآن أنظار هالرجل متوجهة للفتاة الجديدة واللي هي أخت زوجته. بتبدأ ليندا تنتبه على هالشيء، تحاول إنه ترجع باتي على منزل والدتها، إلا إنه ديفيد يرفض الموضوع. في النهاية ينتقل جميع أفراد العائلة للعيش في منطقة جاردن جروف، المكان اللي حكينا عنه في بداية القصة اللي صارت فيه الجريمة. ليندا تضع مولودها واللي هي طفلة جميلة اسمها كريستال. يبدو من الظاهر أنه العلاقة بين ليندا وديفيد بدأت في التحسن، الأمور هادية من الظاهر، إلا أنه سينمون تكتشف شيء مؤلم. في مرة من المرات جميع أفراد العائلة بيروحوا على واحد من المولات حتى يتسوقوا. هلا ليندا بتغير حفوضة بنتها بالسيارة. الثلاثة الباقيين، سينمون مع ديفيد مع باتي، بيدخلوا على المركز. بتروح البنت اللي هي سينمون تشوف بعض الكاسيتات، السيديهات. في المقابل ديفيد مع باتي بيروحوا على قسم الملابس. بعد ما تخلص سينمون بتروح حتى تشوف والدها وهاي البنت، وهنا المفاجأة، الوالد يقبل باتي. بينتبه ديفيد انه سينمون شافتهم، هي بتهرب من المكان على طول، بيتبعها، بيحكي لها يا بابا يا حبيبتي، هي مجرد غلطة.
أبي طالبها بأنه هي ما تخبر ليندا عن الشيء اللي شافته، ومع أنه هي منهارة تماما إلا أنه هي توعد والدها بأنه ما تخبر ليندا. هو ابتدى يعتدي على هاي البنت باتي لما كان عمرها 11 عام. تخيلوا كيف هو بيبدأ معها، بيبدأ يحكي لها لهاي البنت باتي بأنه هو بيعاني مع ليندا، أنه هي مزاجية، أنه هي عصبية، هو عنده مشاكل كثيرة معها. يوما ما رح أترك ليندا أتزوجك أنتي. طبعا جميعها أكاذيب ولا أي شيء منها صحيح. تخيلوا أنه بيبدأ يتحرش فيها، يحكي لها أنه هو بيعلمها كيف تتعامل مع الرجال في المستقبل. هو يتحرش فيها، هي في المقابل مفكرة حالها أنه في علاقة غرامية جميلة سرية. أي فرصة ليندا تغادر المنزل، العلاقة بين هالرجل وهاي الفتاة مستمرة. تخيلوا انه بعد فترة بتبدأ تحكي باتي لما ينكشف سر هاي الجريمة اللي حكينا عنها في البداية، انه هي كانت تحب اختها ليندا لكن كانت تحب ديفيد اكثر، ما عرفت تقاوم هاي العلاقة. وبعد هاي الحادثة هو يتخذ قرار التخلص من ليندا. طبعا الطلاق غير وارد لعدة أسباب، أول شيء النفقة، الوصاية، بالإضافة لأنه هو عامل وثيقة تأمين على حياة ليندا. الآن بيبدأ يخطط لهاي الجريمة. تخيلوا أنه يبدأ يتلاعب ببنته اللي عمرها 14 عام، البنت الأخرى اللي عمرها 16 عام. أول شيء باتي بيحكي لها إنه ليندا تحاول قتله، إنه هي سيئة جدا في التعامل معه. في مرة من المرات ليندا بتكون على الهاتف مع أخوها اللي هو ألين. لما تدخل باتي تتوقف ليندا عن المكالمة. هلا هي بيخطر على بالها إنه ليندا مع الأخ بيخططوا لقتل ديفيد. ولأنه هو يتلاعب فيها من فترة، هي تعتقد أنه فعلا هم بيجهزوا لخطة. بتروح لسينمان بتحكي لها أنه أنا سمعت محادثة بين ليندا وألين يخططوا لقتل والدك. وبيستمر ديفيد مع هاي البنت باتي كل فترة وأخرى، يرجع ويفتح الموضوع أمام سينمان أنه فعلا ليندا تحاول قتله. في النهاية هي بتوصل لنتيجة أنه فعلا ممكن هي تخطط لهالشيء. بيبدأ والدها يحكي لها إذا أنتي بتحبيني، إذا أنا والدك لازم تنفذي جريمة. بيبدأ يحكي أمام بنته إنه هو خايف منها جدا لليندا، إنه هو يوما ما رح يضطر ياخذ أغراضه يهرب يغادر المدينة يختفي لأنه خايف من هاي السيدة. هي بتوصل لنتيجة إنه في النهاية إذا ما نفذت جريمة والدها رح يترك المنزل، وهي جدا متعلقة بالوالد. هلا ليندا خلال هاي الفترة في عالم آخر، مشغولة بطفلة صغيرة كريستال ما بتعرف شو هم بيخططوا. الآن يضعوا سيناريوهات مختلفة، أول شيء إنه يضربوها ضربة قوية جدا على رأسها، لكن بيرجعوا يفكروا إنه يمكن ما تموت. مرة أخرى إنه يضعوا سلك كهربائي داخل حوض الاستحمام، بعدين بتذكروا إنه هي بتاخد شاور ما بتعمل ماي داخل الحوض. الفكرة الأخيرة إنه وهم ماشيين بالسيارة يدفعوها، يفتحوا الباب يدفعوها للشارع. في أكثر من مرة وهم في السيارة فعلا يكونوا بدهم ينفذوا الخطة. باتي تبدأ تحكي لسينمان بهمس إنه خلاص الآن افتح الباب ارميها من السيارة، إلا إنه هي ما عندها الشجاعة الكاملة لتنفيذ المهمة. في منتصف شهر نوفمبر من العام 1985 ديفيد بيحكي لبنته سينمان إما الآن أو خلاص أنا رح أغادر المنزل. الآن بيتخذوا القرار إنه يتم تنفيذ الجريمة بتاريخ 18 مارتش. في هاي الليلة والدة ديفيد موجودين معهم يتناولوا طعام العشاء، بيروحوا على بيتهم. ليندا بتاخذ شاور بتدخل على غرفتها هي وديفيد حتى يناموا. اللي بصير انه البنتين بيسهروا شوي بيرجعوا بيدخلوا على غرفتهم.
بناموا هاي البنت اللي هي سينمون بتفكر انه خلاص اليوم ما في جريمة، نايمة مرتاحة مع باتي، الا انه فجأة يدخل ديفيد الغرفة بيحكي لها انه الان موعد التنفيذ، بيعطيها وسادة بيحكي لها انه تضعها على رأس ليندا بعد هيك تطلق الرصاص. ديفيد بيغادر المنزل حتى يكون عنده حجة غياب زي ما حكى لها والدها بتعمل، بتروح على غرفتها تطلق عليها الرصاص. هلا يبدو انه بصير مشكلة معينة، هي بتاخذ المسدس اللي كان عالق بالوسادة على غرفة باتي، هون بتنطلق رصاصة من المسدس. بهاي الفترة هم سامعين صوتها لليندا وهي تتألم، بتحكي لها باتي لازم ترجعي تكملي المهمة، فعلا بترجع تعطيها رصاصة أخرى، وهاي المرة تطلق عليها الرصاص في منطقة الصدر. الآن الجزء الآخر من الخطة إنه هي تتناول مجموعة من الأدوية حتى تظهر بأنه هي متعاطية في حالة غير جيدة. قبل أيام على حدوث الجريمة هو بيحكي لها تكتب هاي رسالة الانتحار اللي حكينا عنها في البداية، لا وكمان بيحكي لها إنه تحاول تطلق النار على رأسها، يعني هيك حركة خفيفة بجانب الرأس حتى تظهر إنه هي حاولت الانتحار. لما هي تخاف في النهاية بيقترح عليها إنه تاخذ مجموعة من الأدوية كأنه هي بتحاول تنتحر. وبعد ما يرجع هو على البيت بيعطيها رسالة الانتحار، بيحكي لها انه تتخبى في بيت الكلب. تخيلوا انه كمية الأدوية اللي أخذتها كان ممكن تؤدي لوفاتها لولا انه هي استفرغت أكثر من مرة، يعني خطته هي تقتل زوجته وهو يقتلها. وهيك تقريبا بنرجع لبداية قصتنا، لما ينحكم عليها بالسجن لمدة 27 عام تبدأ تفكر شو هي عملت في حالها، إنه والدها ضحك عليها أخذ وثيقة تأمين بقيمة $1,000,000 على حياة ليندا، وبعد ما أخذ $1,000,000 بيشتري قصر بيبدأ يعيش فيه هو وباتي، لا وكمان بيشتري سيارات بيعيش حياة الرفاهية بنته في السجن. يمكن من أغرب الأشياء اللي بيعملها إنه في شهر جولاي من العام 1986 وقبل ما يتم الحكم على بنته هو يتزوج من باتي. طبعا هو يتزوجها بالسر، ما في حد من الأقارب من أفراد العائلة بيعرف إنه هم متزوجين. هو الآن ثري جدا، أعماله تزدهر، في مرة من المرات واحدة من الفتيات الصغيرات اللي تعمل معه بتحكي مع باتي ما بتعرف إنه هي زوجته، بتحكي لها إنه في بينها وبين ديفيد علاقة. الآن نرجع لسينمون، بمر 3 سنوات وهي بالسجن والدها عايش حياته، أخيرا بيخطر على بالها إنه هو خدعها على مدى الفترة الماضية. هو كمان أقنعها بالمناسبة بما إنه هي مراهقة مش بالغة راح يكون الحكم مخفف، الآن هو عايش حياته هي في السجن لابد من الحديث. في مرة من المرات بيجي جدها واللي هو والد ديفيد يزورها، بيحكي لها إنه ديفيد أخذ وثيقة تأمين أو قيمة وثيقة تأمين $1,000,000. هو ضحك عليها حكى لها ما في أي تأمين لأنه هي جريمة قتل. بيخبرها إنه والدها بيعيش في قصر، عنده سيارات، إنه البنت اللي هي باتي الآن عندها طفلة. هي على طول بتربط الأمور بإنه هاي الطفلة هي بنته لديفيد. كمان بيحكي لها إنه هم ما بيعاملوا البنت اللي هي كريستال بنتها لليندا بطريقة جيدة، وهي كانت مرتبطة بهاي الطفلة. طبعا باتي ما خبرت أي حد بأنه هاي الطفلة هي فعلا طفلة ديفيد، إنه هي كانت مع شاب اسمه داغ وصار بينهم علاقة، الطفلة هاي نتيجة العلاقة، إلا إنه سينمون متأكدة بأنه هي بنته لديفيد. يقال إنه هو بعد ولادة الطفلة حاول إنه يعمل أكثر من وثيقة تأمين على حياتها، يبدو إنه كان يحاول يقتل هاي الطفلة إلا إنه جميع طلباته رفضت. سينمون بتكون متأكدة إنه هاي طفلة ديفيد لأنه عارفة ما في مجال باتي تتعامل مع أي رجل آخر.
الآن بصغير عمرها 18 عام لسينما وهي داخل السجن. بيرجعوا رجال الشرطة بيحققوا في الموضوع مرة أخرى، لأنه هم كان عندهم شكوك في البداية بأنه في وجه آخر لهاي القصة. المحقق المسؤول عن القضية من البداية بيرجع مرة أخرى بزورها لسينما، هاي المرة في عام 1991، بتحكي له جميع التفاصيل. هو الآن ما بيكتفي بحديثها، بده دليل قوي ضده لهالرجل اللي هو ديفيد. بيحكي لها إنه تتواصل مع والدها تدعوه إلى زيارتها، فعلا بتعمل هالشيء. هو طبعا مزودها بأجهزة تنصت. بتبدأ تتحدث مع والدها، في البداية بيحاول إنه ينكر، يحكي لها إنه هي بتتخيل هاي الأمور، إلا إنه بيرجع بعد فترة بيبدأ يحكي إنه هي تدعي إنه باتي اللي نفذت الجريمة. رجال الشرطة ما في أمامهم إلا إنه يتواصلوا مع باتي. هم بيعطوها إشارة إنه تدعو ديفيد المرة القادمة إنه يرجع معها لباتي. هم خايفين الآن ديفيد وباتي إنه هي تحكي في الموضوع، فعلا بيرجعوا في الزيارة القادمة، بيرجعوا يتحدثوا عن هاي الجريمة. بيبدأوا يتحدثوا عن الجريمة. خلال حديثهم الوالد بيحكي لها إنه أنتي بما معناه اعترفي بالحقيقة، لكن مش الكاملة، لأنه جميعنا راح نروح على السجن. هيك هو أدان حاله، أدانها لزوجته باتي أو صديقته. بيتم اعتقالهم لديفيد لباتي. توجه لهم تهمة جريمة القتل بتاريخ 22 سبتمبر من العام 1988. ديفيد بينكر أي علاقة له بالجريمة، بيحكي إنه اللي خطط هم البنات التنتين، هو ما أخذ الموضوع بشكل جدي. بهاي المرحلة أخيرا تبدأ باتي بالاعتراف. تخيلوا خلال وجوده في السجن بيبدأ يخطط إنه ينفذ جريمة أخرى. هاي المرة بده يستأجر أحد زملاء السجن اللي قريبا راح يتم إخلاء سبيله حتى يقتل باتي. هالرجل مباشرة بعد ما يغادر السجن بخبر رجال الشرطة، بياخد مبلغ مالي ضخم من أخوه لديفيد، المفروض إنه هو مقابل تنفيذ جريمة القتل. فعلا الرجل بيروح بياخد المبلغ، وبالمناسبة ما كانت الخطة بإنه يقتل باتي فقط، لا، المدعي العام المحقق اللي يشتغل على هاي القضية. بيتصلوا عليه تليفون بيحكوا له إنه الأمور جاهزة، نفذنا الجريمة. بتبدأ المحاكمات في العام 1990. باتي مع البنت اللي هي سينمون بيكونوا موجودين للشهادة. الآن ما له أي تأثير عليهم لأنه هو من فترة بعيد عنهم تماما. التسجيلات اللي حكينا عنها سابقا هي جزء مهم من هاي المحاكمة. وفي نهاية هاي المحاكمة هو وجد مذنب بجميع التهم اللي وجهت إله، من ضمنهم تهمة جريمة القتل. القاضي بيحكي عنه إنه هو رجل خطير متلاعب، بإنه هو الشر بذاته. هو يحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون أي فرصة لإخلاء سبيله. يتوفى في العام 2014، بيكون عمره 61 عام لأسباب طبيعية. سينمون بتمضي 7 سنوات داخل الإصلاحية أو مركز رعاية الأحداث. بتكمل تعليمها خلال هاي الفترة. بيتم إخلاء سبيلها في عام 1992. باتي تقر بذنبها فيما يتعلق بالتآمر من أجل تنفيذ جريمة قتل، يحكم عليها بفترة قصيرة جدا. في النهاية بيتم إخلاء سبيلها في عام 1993. كانت هاي نهاية قصتي الطويلة والغريبة لليوم. بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.